يعني اولا انا ببارك للدكتور يحيى على رئاسة المهرجان، وبشكر الدكتور اشرف زكي على الحشد الجامد كبير قوي من الفنانين والفنانات والشعراء والكتاب والمخرجين والمصورين، شيء فعلا مشرف جدا جدا وحاجة عظيمة جدا ما تقلش عن اي مهرجان عالمي يعني، وبنشوفه في التلفزيون وبنحضره. لا لا انا ما بفرقش، هي الفن بيدور في اطار مغلق، ان كان مسرح ان كان تلفزيون ان كان سينما كان غنى ان كان رقص ان كان كاريكاتير كان رسم يعني كان مزيكا، كل فن بيدور في اطار واحد. طبعا كان ليا الشرف ان انا اقف على خشبة المسرح القومي واعمل شغل للاستاذ الكبير الاديب الراحل عبد الحميد جودة السحار، موضوع بيهم كل اسره مصريه وده شيء كان هممني جدا. بشكر جمهوري اللي حضر لي ونزل من بيته، بشكر جمهور اسكندريه الاوتوبيسات كانت بتيجي وبتحضر العرض، كان بيهمني ان الناس تخرج من العرض مستفيدة شيء من اللي أنا بقدمه، مبسوطة فرحانة. الخروج في حد ذاته بيخرجك من أي مود مش حلو، علاوة على إنك واقف على خشبة القومي وبتعمل عمل قيم له احترامه ولقيمته يعني، فكان شيء بيسعدني جدا يعني. بص احنا خارجين من مشاكل بس هيرجع كل حاجة هترجع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. أخيرا الدراما المصرية هيكرر بس إن شاء الله. والله أنا شايفة إن إحنا على مستوى كويس، الفن المصري على مستوى كويس، وجوه جديدة 90% منهم كويسين قوي، في كتاب جداد شاطرين، في مخرجين جداد شاطرين، في إنتاج شكله حلو يعني بيريح عينك يعني مش بكتر العفش ومش بكتر إنما راحة العين مهمة جدا يعني. لا مستوى كويس حلو طبعا. شكرا كل سنة وانت طيبين.